اقعدي اقعدي. قولي لي الرحله كانت كويسه؟ الحمد لله تمام. تعال اقعد جنبي. وحشتيني قوي قوي قوي. حسني شايفه زكريا قدامي. الله يرحمه. نسيت اعرفك. ريم بنت انكل حلمي صاحب رحيم. هاي فرح. ريم ازيك؟ الا ايه فرح، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، مبسوطه قوي اني شفتك. وانا كمان. ها قولي لي بقى على لغايه امتى؟ جايه اظبط حاجات كده تبع الشركه اللي انا شغاله فيها، عايزين يعيدوا فتح فرع للشركه هنا في مصر. يعني وانا جايه هندل الامور. يعني قاعده معانا فتره كبيره؟ لا مش زي ما انت متخيل، حدوته كلها ممكن تخلص بسرعه. المهم عايزك من هنا لحد ما ارجع المانيا، عايزك تفكر في حاجه. جايه بدي عروسه المانيه ولا ايه؟ لا عايزك تيجي تعيش معايا في المانيا. عبد الله على السلامة. وحشتني. انت كمان. خير يا جماعة، وانتوا ساكتين ليه؟ مستنيينك تتكلم. طب ما تقول لي يا رحيم اتكلم في ايه، وانا هتكلم على طول. حلمي قال لي على كل حاجة، مستنيك انت تحكي لي. قلت له على موضوع شرم يا اخي. في ايه؟ انا ما اقدرش اخبي حاجة على رحيم، ما انت عارف. ايوه. طب ما امال في ايه؟ طب يا رحيم هتقول كده من الاول، قلقتني. لا مفيش حاجة، انا بس كنت بتأكد ان اللي بتقولي ده كان صح. لما تحبوا تحكولي بتعالوا، بس مش ده اللي انا كنت عايزك فيه. خلينا في المهم رحيم، ما تخليش اي حاجه تعطلك، قول له انت بس على المفيد. خير يا رحيم؟ احنا هنرجع نشتغل. شغل ايه؟ شغلنا، هنرجع المركب. داليا انا مش عارفه دي سهلة ازاي مش عارفاها؟ 3 × 4 كام؟ 7؟ لا ازاي بس؟ 3 × 4 مش 3 + 4. مش عارف. 12 حبيبتي، اكتبي 12. شوفي اللي بعدها بقى. 3 × 5؟ 8. ازاي يا رنين بس؟ 15. هي سهيل لسه ما رجعتش؟ لا لسه. رنين انزلي بسرعة تجيبي علبة سجاير من تحت، أنا نسيت أجيبها امبارح. هو أنت عايز تقومها من على مذاكرتها عشان تنزل تجيب لك سجاير؟ ما تنزل أنت. وفيها إيه؟ ما هي هترجع تكمل. يلا بس يا رنين، أنا مصدق. استني يا رنين، لو سمحت ممكن نتكلم لوحدنا شوية؟ رنين خشي جوه. مش كفاية بتسيبوها ترجع من المدرسة لوحدها ومفيش أكل في البيت، وكمان عايز تقومها من على مذاكرتها عشان مزاجك؟ وإيه المشكلة؟ ما هي كل يوم بتتصرف وبتعمل أكل لنفسها. تتصرف إزاي يعني؟ دي لسه عيلة. طب افرض في يوم هي قاعدة لوحدها في البيت ونسيت الغاز مفتوح. ليه؟ وانتي مستخبية عندي هنا؟ علشان انت وقعتني من زمان اصلا. بقولك عمنا، ادينا 4 شاي في الخمسينة كده، وزود فيهم 1 سكر.
سيد مزود الرجاله قوي اللي بيحرسوا المركب. طالما مزود الرجاله يبقى قلقان. تسلم. واحسن وقت تضرب فيه حد لما يكون قلقان. ايوه بس احنا هنسيطر على الليله دي ازاي؟ انا مجهز خطه. خطه ايه يا رحيم؟ احنا عايزين ولا 100 واحد عشان نعرف ندخل من الباب ده. ومين قال لك ان احنا هندخل من الباب؟ مكانك يا غالي. الله ليك شو يا رحيم. يا قلب امك. أمال؟ يلا بينا عشان نلحق الشهر العقاري. أنت قاعد ليه؟ مين اللي هيدفع مصاريف التسجيل؟ قوم يابا يلا. حاضر. ما تقوم. حاضر يا ربنا ياخدك يا شام. ربنا ياخدك. ما بيجنيش من وراك إلا المصايب ووجع القلب. آخ وطبعا حلمي كان عارف الموضوع ده من أوله. ما تردي. في إيه يا بنت ما تردي؟ كان عارف. وطبعا حضرتك التليفونات والوشوشة وتجري تستخبي مش عايزة حد يسمعك. كان بخصوص الحوار ده برضه صح؟ الكذب خيبة يا حاج. صح. وما قلتليش ليه وليه؟ هشام قال لي لو الحاج ورحيم عرفوا عن الموضوع ده حاجه مش هتشوفي بنتك تاني. والضنا غالي وانت عارف يا حاج. ايه الضنا غالي؟ اول مره اعرف. تصدقي حصل ايه بعد كده يا بنت؟ هتردي ولا ما حصلش؟ ما حصلش والله. رد على طول. هم جابوا نهايه الحوار، سابونا نمشي. ومعرفتيش اسم الجدع اللي خلصكوا ده ايه؟ لا. طب شكله ايه يا بنت؟ يعني هو ليه هبه كده وحليوه وابن ناس وامور كده وطول بعرض يعني كده بس. هو ده اللي خدتي بالك منه بس؟ امور وحليوه يا واطيه يا واطية ابن ناس يا واطية. هو ده بس يا بنت؟ شكل أمه إيه؟ شكل أم طيب يا حاج. الدنيا كانت قصير تخين رفيع. اتكلمي يا أختي. الدنيا كانت ضلمة. أنا بصراحة كنت بعيط وما كنتش شايفة كويس. شايفة كويس إلهي تتعمي يا شيخ. إلهي تتعمي عشان تريحينا كلنا. يا ساتر عليكي. في حاجة تانية يا بنتي مخبية عليا؟
يا بنت بصي انا اللي بكلمك. لا لا مش المصحف ابدا. علي الحرام من ديني، علي الحرام من ديني. لو مخبيين عني حاجة تانية لحتبقى ليلة اللي خلفوكوا طين. فاهمين؟ فاهمين. حلمي روح قول للناس في المايك ان النهارده فري احتفالا بافتتاح المكان. تمام. هلا شاف. اه عايزك تعدي كده وسط الزبائن.